مسلحون تعرضوا لبيير حشاش على طريق كفر عبيد البترون، فأوقفوه وخطفوه، شهروا السلاح بوجهه وأبرحوا ضربا بأعقاب البنادق حتى فقد الوعي. والمتهم الأساس بحسب الحشاش مرافق الوزير جبران باسيل جوزيف نعمي. قصة بيير حشاش ضجت منيح بالبلد، والمؤسف كتير أنه التعاطي مع الموضوع صار بطريقة همجية، خاصة من محطة تلفزيونية المفروض أن تكون حرية التعبير مقدسة بالنسبة لها. الأكيد أن كل شخص حر بالتعبير عن رأيه، لكن الأكيد أيضا أن جبران باسيل لم يعد مالئ السياسيين وشاغلهم فحسب، بل مالئ حياة العاطلين عن العمل وشاغلهم أيضا، تماما كأمثال بيير حشاش. لا حلو، مين قال لك بيير حشاش عاطل عن العمل؟ عن جد يعني ما ممكن نقبل الرد الهمجي على أي مواطن بيعطي رأيه من بعد ما بادر بيير لأسباب خاصة إسقاط حقه عن المعتدي يلي ما أنكر اعتدائه. طلعت خبرية أنه طلبوا منه يعمل فحص بول، هالشي أنكره بيير واضطر ينشر تليفونات بينه وبين المعتدي. منيح لما اضطر ينشر البول تبعه بعد تعرضه للضرب وزعمه أن المعتدي هو مرافق الوزير جبران باسيل جوزيف نعمي ورفعه دعوة ضد نعمي. ها هو بيير حشاش وبعد أقل من 24 ساعة يكتب على فيسبوك: بعد المواجهة التي جرت في مخفر البترون بيني وبين مرافق جبران الذي اعتدى علي، وبعد مثل ما بيقولوا خلوة بيني وبينه، تراجعت عن الدعوة دون أي طلب أو شرط. هذه الخطوة الإيجابية فسرها حشاش بأنها بادرة سماح ومصالحة ضمن أبناء البنطقة الواحدة. وبعيد هذا الخبر، كتب بعض المواقع أنه لدى طلب محامي نعمة إجراء فحص بول للحشاش، سحب الأخير الشكوى. رحنا أبعد من الاتصال وقبلنا جوزيف. إحنا كنا بسرايا البترون، كل مين منا حكي اللي هو عنده. أنا نكرت كليا أنه ما بعرفه لبيير. هون إجت مفاجأة من بيير اللي نشر حديث هاتفي دار بينه وبين المعتدي اللي ما أنكر الاعتداء. إذا كنتوا عن جد موضوعيين انشروا هذا التسجيل أو وقفوا تعطوا دروس بالموضوعية. نكر ولا ما نكر؟ زياد انت بهالقصة مع مين يعني؟ مع الاو تي في او الحشاش؟ لا لا لا، انا اكيد مع التلفزيون ضد الحشاش. ليه؟ خي حدا مجلجق كل القضايا الوطنية يا زلمة، شلجو؟ ايه. عباس انت مع مين؟ سلام، انا مع الحشاش. ما بتصور في إلا يعني داعي لحتى اني اشرح لك هذا الشيء. مع بيير يعني؟ انا قلت مع الحشاش. اوكي، مش مع بيير بس مع الحشاش. طيب جنيد، انت مع بيير حشاش او مع الاو تي في بهذه القضيه؟ انا مع بيير حشاش او الاو تي في. ليه؟ ما فهمت. بدك تنقي حدا. يعني انا مع الاو تي في او مع بيير حشاش. إيه لا، بدك جنيد ليك عم تحرجني هيك. خليني ليك الجمعه الجايه الحلقه الجايه بخبرك مع مين انا بالضبط. طيب اوكي، وعدا عن هيك